هذا الشوط. الدربة على المركز الثاني، تحاول افتكاك المركز الأول، ولكن الوجبة صامدة. صمود الجبال السود ووصول من السيلي. لا 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 لا، الشوط مع السيلي. الله، السيلية مشاهدينا الأعزاء، والدربة تنتزع ناموس الشوط الأول الرئيسي. الدربة مشاهدينا الأعزاء، سلام إلى 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 درب، سلام إلى درب وإلى صبخة الدرب هناك مشاهدينا الأعزاء. يتجه السلام، تهانينا والناموس لهجنة الشيحانية وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيب بالمركز الثاني. لفان يلي بتعرف، لفان هذا هو، لفان يلي بتترقب، لفان هذه انطلاقة لفان لهجن الشيحانية، الهجن العملاقة، امبراطورية الشيحانية، وهذه هجنها، وهذه هجنها، وهذا إبداعها، وهذا لفانها، وهذا العنابي الذي دائما يتميز. لفان يظهر، حي لفان، حي لفان، حي انطلاقته، حي فوزه، ثلاث رموز في رصيده، وها هو يسجل هذا اليوم في السادس من شهر ديسمبر. يظهر لنا لفان بكل ثقة وبكل استحقاق، يفوز بالشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني، الشقب على المركز الثاني لهجن الشيحانية. الاسم الكبير، بينما المركز الثاني الغري على المركز الثاني لهجن الشيحانية مع سالم بن فاران المري. شوفوا شراعه قادمة بالمركز الثالث، شراعه قادمة، جمهور شراعه، انطلاقة شراعه، يا سلام على المركز الثالث دون أي أوامر، ما هناك أي أوامر عليها، خلوها على كيفها، خلوها تتراقص في ميدان التحدي، لا حد يقولها شيء، خلوها على كيفها. الله، أهني هجن الشيحانية على فوز السيلية بالمركز الأول، وفوز شراعه بالمركز الثاني، وفوز مزنة بالمركز الثالث، وفوز الغارية بالمركز الرابع، وفوز أيضا ريان بالإنجازات، ريان بالسجلات، ريان بإذن الله بالكؤوس وبالرموز ستشاهدونه. سلام للريان، وعلى سلاماتنا أيضا لقناة الريان وكل العاملين في الريان، يا سلام، وكافة مناطق الدولة أيضا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو الريان، الريان الريان يجول السلام هنا في أيضا في شرق وقرب وجنوب وشمال الدوحة. يا سلام، تهانينا لهجن الشيحانية، وأتوقع بإذن الله تعالى أن يحصد من الرموز ما يحصد. أيضا التوقيع، مالكة وأيضا صاحبة الشلفة الفضية الذهبية في الموسم الماضي، تنطلق مع في هذه اللحظات مع المركز الثاني. الله يا العفريت، هجن الشيحانية يا المالكة، صاحبة الشلفة تنطلق وأيضا تقدم هذه العروض الجميلة، وأيضا تقول أنا جاهزة بهذا الموسم وبهذا الانطلاق. الدوحة والعفريت، العفريت والدوحة، ولكن جميعها مملوكة لهجن الشيحانية وبرفقة عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. سلام العفريت، سلام، ولحظة وصوله لخط النهاية معلنة الفوز والناموس تلك الهجن الشيحانية. سلام لك في كل مكان، السلام يتجول من الشحانية، من الشحانية، من منبع الأصالة، من ميدان التحدي إلى كافة مناطق الدوحة وإلى قطر في هذا المساء. يا سلام، من الشمال إلى الجنوب، إلى من الغرب إلى البحر شرقا مشاهدينا الأعزاء، ومن بحر مسيعيد إلى بحر إدخان. يا سلام، الله، تهانينا لهجن الشيحانية، واشكرك الوهيبي باسم الجمهور، اشكر هذا المضمر العملاق سلطان بن محمد
بن سالم الوهيبي على هذا المستوى الممتاز لعزبة هجن الشحانية التي يشرف عليها ويتابعها هذا هو الدرب يصل ويصل إلى خط النهاية. تهانينا والناموس المركز الثاني. أم الظبي أم الدوحة، الله الموقف المحرج الموقف الحساس 300 متر الأخيرة. أنا بقولكم الدوحة سوف تتجاوز سوف تتسلل، تسللت وهذه الرياضة اللي يسمح بها بالتسلل. النقطة السابعة للعملاق، النقطة السابعة للعملاق، لكن الذهبي صامد صامد. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الدوحة 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 الدوحة، هذه متعة سباقات الهجن في اللحظات الأخيرة، ولكن الظبي قادمة. لكن تهانينا والناموس لهجن الشحانية. أشكرك يا البدهوجي ولكن تأخرت شوي. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. أم لشاهين راي آخر غير في هذه اللحظة، غير الريان على قناة الريان وعبر متابعي الريان عبر الأقمار الاصطناعية. ها هو الريان يحتل المركز الأول ويحمل النقطة الثامنة مع الوهيبي. الله تهانينا تهانينا، أزفها لهجن الشحانية ومحب الشحانية على انتزاع الريان للمركز الأول وإلى قناة الريان التي يسمى هذا السبوق بها. الريان يحتل المركز الأول. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الشحانية، أهني أيضا المضمر سلطان الوهيبي لتحقيق النقطة الثامنة في هذا. يا سلام، شوفوا شوفوا شوف المنظر الرائع، شوف المنظر المميز. الله الله، ما بين العملاق وما بين مضمر القرن، ولكن شعارات أصحاب السمو الشيوخ هنا شعار، أيضا سمو الشيخ حمدان وشعار الشيحانية لحظات الأخيرة لمن الناموس. الله، على خط واحد يا جماعة، إلى الحين إلى الحين المنافسة الأخيرة حتى الرمق الأخير. السلام الدوحة، الدوحة والشاهينية، الشاهينية والدوحة، لمن الناموس؟ يا سلام، الله 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 الله. إذا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز الشاهينية المركز. المتبقية سلام الفاتن سلام، نشاهد هذه المسافة الكبيرة ما بينه وما بين الأسماء المتواجدة، وللمعلومة انطلاقة ذاتي بدون أي تعليمات منذ أن أطلق هذا الستار، وهو متحمل المسؤولية ومتحملا أول المراكز وأيضا متحملا المسؤولية ولحظة قدومه ووصوله إلى خط النهاية. ويا لحلات الصدف، رقم واحد ويتواجد على المركز رقم واحد لحظة قدومه إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس ثاني سبكة لهجن الشحاني ولعشاقها والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، من قدم لنا الفاتن في هذا الشوط. شحاني شحاني هذا الشوط، شحاني يا متابعين، الله عليك يا الوهيبي، الله عليكم يا أهل الشحانية، الله على متابعين وعلى جماهير هجن الشحانية. تتألق هجن الشحانية في مساء هذا اليوم من خلال تقديم هذين الاسمين في هذا الشوط، الدوحة والعنود. وانطلقت الدوحة انطلاقة وداعية، انطلاقة وداعية، غارة وهجوم على خط النهاية. الله، تزلزل الميدان، تهز أركان الميدان الدوحة بهذا التحرك وبهذا القدوم. تهانينا لهجن الشحانية، وأشكرك يا الوهيبي، أشكرك يا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على تقديم الدوحة والعنود بهذا المستوى الممتاز. المركز الأول والثاني لهجن الشيحانية، المركز الثالث لهجن الرئاسة. يرحب بشديدة خط النهاية، يرحب بمالك شديدة، يرحب بالمضمر فهد بن حصين النعيمي. أسعد الله مساك، أسعد الله مساك يا فهد يا بن حصين النعيمي في هذا الفوز، في هذا الانتصار
الله، فازت شديدة بدون منافس، بدون منافس ولا منازع على الإطلاق. ها هي لحظة الوصول، ها هي لحظة التتويج إلى خط النهاية 100 متر وتعانق الفوز. أمامكم المنصة الرئيسية، وها هي شديدة تمر من أمام المنصة الرئيسية فائزة متنومسة في هذا المساء. المركز الثاني الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد.